تحل ذكرى تأسيس واحد من أبرز الأحزاب المهمة والوطنية في الجمهورية اليمنية تزامنا مع رفع العقوبات عن الزعيم الراحل علي عبد الله صالح وأسرته، فهذه ربما مناسبة أيضا لتهنئة أعضاء المؤتمر بهذه المناسبة. حقيقة نحتفل بالذكرى ويحتفل جماهير الشعب اليمني بالذكرى لتأسيس المؤتمر، سواء كانوا أعضاء في ذلك الحزب أم لا، باعتباره أحد الأحزاب التي حكمت البلاد في فترة طويلة. نحن في مناسبتين عظيمتين، اللي هي تأسيس المؤتمر الشعبي العام ورفع العقوبات على الزعيم علي عبد الله صالح ونقله السفير أحمد علي عبد الله صالح. إذ نهني في هذه المناسبتين تأسيس الذكرى 42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، ونهني جميع المؤتمرين والمؤتمريات في الداخل والخارج، ونشد على أيديهم بالتوحد لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. نترحم على روح الشهيد المؤسس الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكة، وفي هذه الذكرى نهني قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بسعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح ولكافة أعضاء وقيادة كوادر المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام حزب وسطي معتدل استند إلى إيديولوجية الثورة اليمنية وتبنى ميثاق الإسلام الوسطي المعتدل. في هذه المناسبة الغالية ذكرى تأسيس المؤتمر 42 للذكرى، نقول عن تاريخ هذا التنظيم الذي استطاع أن يوجد أن يحمي الوحدة من ما حصل لها، ويوجد طفرة تعليمية على مستوى اليمن كامل وطفرة صحية، وكذلك استطاع أن يثبت الاقتصاد في أمام الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، لن يتزعزع الريال اليمني، وكذلك أوجد الأمن على ربوع اليمن كامل. أني المؤتمر الشعبي العام بقيادتي بمناسبة ذكرى تأسيسه وما أنجزه من مشاريع وتأسيس قواعده الراسخة في جميع المجالات. في ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام نهنئ أعضاء وقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام بمناسبة التأسيس، وفي هذه المناسبة ندعو الجميع إلى وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف ونسيان الماضي والأحقاد والبغاين. والوضع في البلاد كارثي، ووضع المواطن مأساوي، ويتحتم علينا جميعا يعني إلى التوحد ونبذ الخلافات والصراعات والعمل بما هو من أجل وصالح المواطن والوطن، حتى نخرج بالناس وبالوطن إلى بر الأمان وإلى وضع أفضل وأفضل مما نحن فيه ويعيشه المواطن في هذه المرحلة الصعبة. نحتفل بالذكرى 42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، هذا التنظيم الرائد الذي نعتبره تنظيما وليس حزبا، بكونه أكبر من حزب وأقل من شعب. وبذكرى تأسيس هذا المؤتمر نعتبر أن تأسيس المؤتمر الشعبي العام وقيامه في تلك الفترة كان بمثابة ميلاد للشعب.